محمد وهي مساعد تحرير جريدة روز اليوسف. أستاذة فريدة، إذن يعني على مدار عدة جلسات من جانب اللجنة الفنية المختصة تم الاستماع بالطبع إلى برنامج الحكومة وبالتالي أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة التي يجب أن تتعامل معها. حضرتك تعلم أنه بعد عرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس والوكيل الأول لمجلس النواب وعضوية الوكيل الثاني، وبالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية للمجلس. هذه اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع وزراء الحكومة للاستماع إلى برامجهم التفصيلية، ثم بعد ذلك أصدرت التقرير النهائي المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. هذا التقرير ورد به مجموعة من الرسائل التي حملها السادة الوزراء إلى اللجنة المعنية بهذا الأمر. وخلي حضرتك عارف أن اللجنة بتضم أيضا مستقلين وبتضم معارضة، وكان هناك توازن في هذا التشكيل. التقرير النهائي بيتضمن رسائل السادة الوزراء وبيتضمن توصيات اللجان النوعية لمجلس النواب. طبعا في مجمل التقرير كان هناك مجموعة من التوصيات المتعلقة بملف الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل تفصيلي، فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، أيضا الملفات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأيضا بناء الإنسان والتوصيات الخاصة بالملف الخدمي. لكن هو في النهاية التوصية الرئيسية أو قرار التقرير النهائي كان يمنح الثقة لهذه الحكومة الجديدة، وزي ما حضرتك عارف أنه منح الثقة بيصحبه أيضا مجموعة من التوصيات التي يطالب مجلس النواب بتنفيذها على أرض الواقع من خلال اللجان النوعية للمجلس. ثم بعد ذلك زي ما حضرتك عارف أنه بعد إعطاء الثقة للحكومة بيبدأ مجلس النواب بصفته وفقا لصلاحياته وسلطاته في استخدام الأدوات الرقابية الممنوحة يعني أو الموجودة داخل الدستور أو الأدوات الرقابية المختلفة اللي بيستخدمها المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي على أرض الواقع، وأيضا استخدام الأدوات الرقابية زي طلبات الإحاطة والأسئلة وغيرها طبعا، واللي بتوصل زي ما حضرتك عارف إلى حد الاستجوابات حين يكون هناك أمر يعني ملح وخطير. في النهاية نحن نتحدث عن أنه التقرير النهائي لمجلس النواب أوصى بإعطاء الثقة للحكومة وطالبها بمواجهة التحديات اللي بتشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، خاصة في ظل المستجدات اللي حضرتك عارف الظروف الإقليمية وغيرها. طب أستاذة فريدة، يعني ربما يعني أمر الثقة يعني ربما هو محسوم يعني تقريبا يعني داخل مجلس النواب لهذه الحكومة، لكن ربما ماذا بعد هذه الثقة؟ كيف يتلمس المواطن المصري بالفعل هذه الجهود على أرض الواقع، خاصة وأن ربما هناك ملفات تمس الحياة المعيشية للمواطنين مثل الأسعار والأدوية وغير ذلك من الملفات التي ربما ما زالت تحتاج إلى المزيد من الجهود من جانب الحكومة للتغلب على بعض التحديات في هذه الموضوعات والملفات؟ تكليف الحكومة الجديدة جاء يعني مصاحبا لها أو صاحبه مجموعة من التكليفات الرئاسية التي يعني تناقش أو تطالب أو بتوجه الحكومة الجديدة نحو خفض معدلات التضخم، مواجهة زيادة الأسعار، مواجهة التحديات اللي بيواجهها المواطن. ويمكن ملف الأسعار والتضخم هو من الملفات المهمة والملحة، ويمكن التوجيه الرئاسي في هذا السياق كان واضحا للحكومة. والرقابة على الأسواق، يمكن سمعنا سيد وزير التموين بيتكلم على برنامج له علاقة بالرقابة على الأسواق ومواجهة التضخم وغيرها، ويمكن أجهزة الدولة والمجموعة الاقتصادية ووزارة التموين والحكومة يعني كاملة بتعمل على هذا التوجيه الرئاسي، ويمكن بنتابع هذا الأمر. ويمكن كمان في حرص على أنه الحكومة تصدر يعني نسب يعني مئوية من حين لآخر بخصوص خفض معدلات التضخم والرقابة على الأسواق، ويمكن بيحضر اجتماعات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات في هذا السياق. فهناك حرص وإرادة من جانب الدولة وتوجيه رئاسي كان واضحا في هذا السياق. يعني هيتم متابعة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، ويمكن يعني الرقابة على الأسواق مهمة أيضا. التوعية أيضا في هذا السياق اللي بيقوم بها
الاعلام والتقوم بها مؤسسات الدوله مهمه، لان حضرتك عارف انه احيانا بتبقى الدوله بتعمل في ملف خفض الاسعار ومواجهه التضخم، لكن الممارسات على ارض الواقع يعني احيانا بتكون سلبيه من جانب التجار نفسهم او من جانب سواء في ملف الاحتكار او في ملف يعني الرغبه في الثراء السريع، وده اصلا ده يمكن هو الافه الحقيقيه اللي بتواجه او اللي بتعترض جهود الدوله الراميه الى خفض الاسعار ومواجهه التضخم. هيبقى في طبعا حضرتك عارف انه كمان يعني البرلمان هيستخدم ادواته الرقابيه في هذا السياق، ويمكن في الضمانات الخاصه بهذا الملف او الضمانات اللي بتضمن انه نقدر نوصل لده على ارض الواقع انه في اراده في تحركات فعليه قامت بها الحكومه، هناك برلمان يراقب ويتابع التنفيذ على ارض الواقع. طيب يعني ايضا من ضمن الاولويات والملفات المطروحه ملف الصناعه وملف الاستثمار، ودعيني ابدا بملف الصناعه. يعني خطط الدوله، هناك العديد من العقبات حقيقه في الفتره الماضيه امام الصناعه او هذا الملف تحديدا، وبالتالي هل نحن امام رؤيه جديده من هذه الحكومه للتعامل مع هذا الملف تحديدا؟ الحقيقه الدوله المصريه تحركت في اكثر من مسار، مسار له علاقه بالتشريعات اللي تم تعديلها حتى تواجه العراقيل اللي بتعترض يعني الجهود الصناعه والاستثمار، ويمكن في سياسات ايضا اتبعتها الدوله بجانب جنبا الى جنب مع المسار التشريعي. السياسات تتعلق بمثلا على سبيل المثال الرخص الذهبيه اللي الدوله اعلنت طبعا بتوجيه رئاسي، الاجتماعات اللي اعقدها سيد رئيس الجمهوريه مع المجلس الاعلى للاستثمار ومع غيره من الجهات المعنيه، في تحركات فعلا بتتم على الارض سواء من خلال تحركات تشريعيه وتعديلات تشريعيه قامت بها الحكومه وتم تقديمها من جانب مجلس النواب، وايضا في سياسات على ارض الواقع، ويمكن تحركات هدفها التوعيه بملف مثلا الصناعات الصغيره والمتوسطه وازاله العراقيل امام صغار المستثمرين او صغار من يتعاملون مع ملف المشروعات الصغيره والمتوسطه، وايضا ملف رياده الاعمال. ففي تحركات في كافة هذه القطاعات، ويمكن الدولة اتكلمت أو خطاب أو البرنامج اللي أعلنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب تحدث فيه كثيرا عن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص وفكرة تمكين القطاع الخاص وإزالة العراقيل أمامه. هنشوف ده على أرض الواقع من خلال سياسات تنفيذية، ويمكن في متابعة لهذا الملف على أرض الواقع. وحضرتك عارف إنه في المبادرة الرئاسية ابدأ اللي أيضا بتشارك إلى جانب الحكومة إزالة هذه العراقيل والاستماع إلى التحديات اللي بتواجه سواء المستثمرين أو المقبلين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إرادة حقيقية لمواجهة هذا التحدي، وأيضا في توعية حملات توعية بتقوم بها الدولة ومؤسساتها للمقبلين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدولة بتشوف إنه هذا القطاع المهم هو يعني اللي هيحدث دفعة أو يحدث نمو اقتصادي مهم ويرفع مستوى التشغيل و يحقق العوائد. والصناعه الدوله بتهتم بيها، ويمكن شفنا اجتماعات كثير كانت بتعقدها الدوله او بيعقدها متخذ القرار مع الصناع بهدف ازاله اي عراقيل. طيب ايضا لو تحدثنا عن ملف اعاده بناء الانسان صحيا وتعليميا ايضا، كيف تتعامل الدوله مع هذا او هذين الملفين المهمين في الحقيقه؟ وايضا كان لدينا الكثير ايضا من السلبيات ربما والمشكلات التي واجهت الدوله المصريه في هذين الملفين. حضرتك عارف انه المرحله الحاليه الحكومه اكدت ان بناء الانسان يتحول الى واقع على الارض، وانه هيبقى في حرص على يعني تحويل هذا الملف او هذا المسمى الى واقع على الارض من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحه. ويمكن شفنا يعني تطور فيما يتعلق ب الجامعات الجديدة اللي تم إنشائها واللي هدفها ابتعاث أولا تخصصات جديدة، يتم وجود تخصصات جديدة بيتم ربطها بسوق العمل. ملف اللي حضرتك ذكرته الخاص بالصحة، يمكن ملف التأمين الصحي الدولة بتعمل فيه على قدم وساق حتى يعني يستطيع المواطن أن يحصل على خدمة بجودة عالية في ظل نظام كانت الدولة تسعى لتطبيقه منذ فترة طويلة، ويمكن خلال المرحلة المقبلة الدولة هتتابع تنفيذ ملف التأمين الصحي بالتنسيق بين الوزارات المعنية. فهذا الملف هو أولوية بالنسبة للدولة، ويمكن توجيهات السيد الرئيس كانت واضحة في هذا الملف بالتحديد، والحكومة تعهدت بتنفيذها سواء من خلال التوصيات اللي كانت صادرة
حضرتك عارف ان كان في توجيه رئاسي لتنفيذ التوصيات الصادره عن الحوار الوطني في هذا الملف، فكان هناك توصيات صادره لها علاقه بهذا المحور اللي حضرتك تحدثت عنه، وكان في توجيه واضح من السيد الرئيس للحكومه بتنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع بخلاف التوجيهات الرئاسيه المستمره الحقيقه للحكومه. السيد الرئيس بيحرص دائما على عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بكافه هذه الملفات، ويوجه يعني يتابع تنفيذ التوجيهات التي يعني اعطاها لهم على ارض الواقع، ويتابع ادق التفاصيل. يمكن احنا بنشوف ده بشكل مستدام يعني. نعم. ايضا على صعيد السياسه الخارجيه يعني استاذه فريده، يعني ربما هناك مجموعه من الثوابت التي تنطلق منها الدوله المصريه في التعامل مع هذا الامر، هناك ايضا ربما تحديات اقليميه ودوليه في هذا الصدد. الرؤيه الخارجيه للدوله المصريه كيف ستكون بالطبع خلال ايضا الفتره القادمه في ظل هذه التحديات، ورؤيه وزير الخارجيه الجديد في ظل هذا الدمج بين وزاره الخارجيه والهجره في ذات السياق؟ طبعا زي ما حضرتك عارف انه الدوله المصريه كان لها سياسه واستراتيجيه واضحه في كافه الملفات، في ظل ان احنا بنتكلم على واقع يعني اقليمي ودولي شديد التعقيد، سواء بسبب حرب غزه اللي القت بظلالها على الاقليم وعلى مصر بالتحديد، مش بس في ظل التحركات اللي الدوله المصريه بتقوم فيها لانهاء الازمه، وفي تحديات امنيه، في تحديات اقتصاديه، وحضرتك عارف كيف تاثرت عائدات قناه السويس بهذا الامر بسبب التوترات الحادثه في البحر الاحمر وما الى ذلك. وبالتالي احنا بنتكلم على انه الدوله المصريه يعني سواء في ملف الصراع الدولي الحادث الان بين القوى الكبرى، واللي حضرتك شايف ما يحدث في حرب روسيا واوكرانيا و الانحيازات الخاصة بالقوى الدولية تجاه هذه الأزمة، وأيضا فكرة محاولات أن يظهر صراع جديد له علاقة بين الصين وتايوان والتفاعلات الدولية. طبعا نحن نتحدث أو بنراقب وضع دولي شديد التعقيد، يعني مزيد من الصراعات بتظهر على أرض الواقع. الدولة المصرية بتتحرك بحكمة، بتتحرك يعني بتحقق التوازن بين فكرة مصالح المصرية والأمن القومي المصري، وهذا بتحفظه بتحركات كثيرة يمكن لاحظناها خلال الفترة السابقة، وتتحرك بحكمة وبصبر استراتيجي في هذا السياق. خلينا برضو نقول أنه هناك انتخابات يعني مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية ستلقي بظلالها أو بالسياسات التي أو بالنتائج التي ستسفر عنها على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، لأنها ستحدد موقف الولايات المتحدة سواء من الصراع الحادث في منطقة الشرق الأوسط أو البؤر المشتعلة سواء بين روسيا وأوكرانيا. وطبعا زي ما حضرتك عارف كيف تأثر الاقتصاد العالمي بتعطل سلاسل الإمداد، وأيضا الصراع اللي يعني اللي ممكن يشتعل بين الصين وتايوان، وهناك من يغذيه ويسلح تايوان. فاحنا بنتكلم على مشهد معقد، بنتكلم على دولة مصرية تحفظ أمنها القومي وتتحرك بحكمة وتوازن وصبر استراتيجي في بعض الأحيان بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية ويحفظ أمنها القومي. ايضا يعني استاذه فريده، ايضا لو تحدثنا عن مجموعات العمل التي تم تشكيلها بالطبع من جانب الحكومه للتعامل مع بعض الملفات، منها التنميه البشريه والصناعه والطاقه والسياحه ورياده الاعمال وغير ذلك، الشاهد من الامر فكره المتابعه وان تكون هناك مجموعات بالفعل تتابع على ارض الواقع الجديد فيما تم من ملفات وتعيين مستشارين ربما في هذه المجموعات حتى يتم يعني ضمان تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات على ارض الواقع ومتابعه هذه القرارات. اهميه هذا الفكر وهذا المجهود خلال الفتره القادمة وانعكاساته بالطبع على ضمان تنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع. الدولة المصرية يعني بتتحدث عن سياسات وأفكار جديدة هدفها يعني يمكن في تحركات في ملفات عدة، هدفها سواء تحقيق الاكتفاء الذاتي أو النهوض بأوضاع الصناعة أو تمكين القطاعات أو تمكين الفئات غير القادرة على أن يكون لها مشروعاتها الخاصة. في سياسات كثيرة تحدثت عنها الدولة، ونشر الوعي يعني، ويمكن التحرك الاعلامي ايضا، في تحرك اعلامي
بالتوازي لتوعية المواطن في تحركات الدولة، وعشان يكون المواطن فاعل. لأن إذا كانت الدولة بتدعم القطاع الحركة بكربون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فعلى المواطن من خلال التحركات التوعوية اللي بتقوم بها الدولة ومؤسساتها ووسائل الإعلام أن يتلقف هذه الأفكار ويستخدمها بما يساعده على أن يرتقي بوضعه الاقتصادي، وبما يخلق يعني قدرة لديه على أن يحقق لنفسه مشروعات أو مشروعات صغيرة أو متوسطة تمكنه من يعني أن هو يكون قادر ماديا. وكل هذه الأفكار اللي الدولة بتتحرك هدفها يعني رفع مستوى التشغيل و مواجهة أو تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطن. ويمكن في تحركات عدة ودورات تدريبية بتقوم بها بعض الجهات في الدولة للمقبلين على مثل هذه المشروعات حتى تساعدهم، سواء التثقيف التشريعي أو عشان التحركات القانونية تبقى في سياق مضبوط، أو التدريب الاقتصادي حتى يستطيع المواطن أن ينجح في مثل هذه المشروعات. طبعا خلال المرحلة المقبلة يمكن هنتابع ونشوف التحركات على أرض الواقع، وهنشوف يعني تطبيق هذا البرنامج الحكومي على أرض الواقع. وطبعا سمحك عارف أنه مجلس النواب بيتابع التنفيذ وأيضا بيستخدم أدواته الرقابية. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة فريدة محمد الكاتبة الصحفية بجريدة روز اليوسف.